اولا كنبغوا نشكروا الاداره ديال تا الويكاند على هذا الاستقبال ديال هذا الفريق ديالنا، فريق النهضه الاكاديريه، اللي كما كيعرف الجميع اننا شاركنا في البطوله الوطنيه لكره القدم بتورين. الحمد لله حزنا على المرتبه الثانيه وطنيا، وكنوجهوا ان شاء الله الكاس العرش في نهايه هذا الشهر ان شاء الله، ولا غتكون الادوار ديالو بالدار البيضاء. كنشكروا المجلس البلدي على الاعتراف اولا، لان الفريق كتعتبر الجمعيه اول جمعيه تاسست في سوس وفي الجنوب ككل، جمعيه النهضه الاكاديريه، واللي كنحاولوا نعطوا ما في الجعبه ديالنا نقدموها للفئه ذوي احتياجات خاصه، اللي هي واحد الفئه نحاولوا نكونوها رياضيا، نعطيوها بزاف ديال يعني ديال الامكانيات. كنشكروا المجلس البلدي على الاعتراف على التكريم، كنشكروهم بزاف لانه هذا اعتراف في حق الجمعيه، في حقي انا وفي حق اللاعبين. كنشكروا يعني الفاعلين المدنيين الجمعويين في هذا المهرجان، مهرجان تا الويكاند اللي هو فرصه ديال اللقاء، وايضا احتضنونا في هذا المناسبه. والحمد لله كان كل شيء فرحان بنا، سواء ساكنه سواء جمعويين سواء اعلاميين، حتى هما من هذا المنبر كنشكرهم. ان شاء الله هذا التكريم غيكون حافز لنا اكبر اننا نعطيو اكثر، واننا ان شاء الله علاش لا نجيبوا كاس العرش لهذ المدينه، لجهه سوس مساي اولا، والناس ديال اكادير ثانيا، والناس اللي كيدعمونا سواء كانوا ماديا او لا معنويا. وهذا الشيء الحمد لله راه غادي في الطريق ديالو ان شاء الله.